عن شعورك، شعورك لما حصلت على هذه الجائزة والتحديات اللي أنت واجهتها لحتى قدرت توصل لهذا الإنجاز الكبير. هلا هي لتاخذي النجمة صعبة، يعني أتمنى ما هي سهلة، وخاصة إنه ما عندي كان الخلفية، إنه ما اشتغلت مطعم كان مشلن قبل أو عندي هاي التجربة. الحلم صار حقيقة الصراحة، فأكيد فخورين أنا وإخواتي بالإنجاز اللي عملناه. تعذبنا شوي أول سنتين من دليل ميشلان في دبي، أخذنا بيب غورموند اللي هي أفوردبل جاسترومي، يعني فئة الزواقة يعني السعر بيكون ما كتير عالي. فكان كتير صعب أنه تطلعي من البيب غورموند بروموتد لو تترفعي إلى نجمة ميشلان. أظن أول مرة بتصير في تاريخ الدليل، وهن كتير مبسوطين يعني طلعنا هاي السنة بالنجمة، مع أنه نحن مطعمنا ما فيه الشرشف الأبيض وما فيه خلينا نقول الفاين دايننج اللي بتلاقوه بمطاعم كبيرة. كل مكونات الـ يعني المطاعم اللي فيها ميشلان ستار بالضبط، اللي يعني التقليدية. خلينا الأكل تبعنا كثير ميشلان لأنه فيه عمق، مو بس بنوع الأكل، بالمكونات والكونسيستنسي، شخصية، في شخصية بالأكل.